تولى العمر في سهو وفي لهو وفي خسر، فيا ضيعات ما أنفقت في الأيام من عمري، وما لي في الذي ضيعت من عمري من عذري، فما أغفى لنا عن واجبات الحمد والشكر. أما قد خاصنا الله بشهر أيما شهر، بشهر أنزل الرحمن فيه أشرف الذكر، وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر، فكم من خبر صح بما فيها من الأجر. روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر، فطوبى لامرئ يطلبها في هذه العشر.